هو انا بتكلم في فيما يخص الاعلام الالكتروني او الصحفيين الالكترونيين. النقابات الممثله حاليا من الزملاء ومنا هي نقابات عماليه مستقله، فهي فقط يعني لضبط الاوضاع الى ان يتم خروج قانون نقابه مهنيه تكون مظله للجميع العاملين في مجال الاونلاين او الانترنت. فكل ما يمارس الان هو اجتهاد من اجل الوصول الى القانون لكي تعترف الدوله بهذه المهن، من اجل ان تكون لهم مظله قانونيه يستطيعوا من خلالها ممارسه المهنه بحريه وبابداع دون ضغوط ودون اتهام بالعماله والتخوين والعمل للخارج والعمل لجهات غير معلومه كما يصار حول هذه القضايا. والله هو الهجوم يعني لو جينا نسال على اسباب الهجوم فبنسال اللي بيهاجم، ولكن لا نسال الكيان، لان احنا مش عارفين الناس بتهاجمنا ليه. احنا لدينا عدد كبير من الصحفيين بيثقوا فينا من خلال هذه النقابه الوليده، ولنا جهد الان دخل عام والرابع لحمايه هؤلاء الزملاء اللي بيعملوا في مجال الاعلام الالكتروني. ربما اثار هذا حفيظه الكثيرين، فهم حبوا ان هم يقيموا عداوه مع هذا الكيان الوليد. كمان عندنا ممكن يكون سبب اننا نتبنى الزملاء اللي بيتم الاعتداء عليهم في الشارع او معاملتهم بشكل غير حضاري بالدفاع عنهم والوقوف بجانبهم في وقت بتتخاذل عنه نقابات اخرى مهنيه ومحسوبه انها تدافع عن كافه الصحفيين. هذا ربما يجعل نوع من الغيره، وربما يكون بيجعل نوع من المنافسه. لكن هناك ايضا مؤسسات تحرم الزملاء من حقوقهم الطبيعيه في ان يكون لهم عقود عمل وان لا يتعرضوا الى الفصل التعسفي. هؤلاء الزملاء يلجؤون الينا عندما يتم طردهم من المؤسسات ومعاملتهم بطريقه لا تليق بهم. اخرهم كان امس عندما يغلق رئيس تحرير المقر على الزملاء كانما هو يغلقه على يعني هذه اشياء يعني لا نستطيع ان نتحدث عنها، يعني معامله غير ادميه. ولولا ان هؤلاء اصحاب المؤسسات وجدوا انه لا يوجد قانون ولا يوجد جماعه صحفيه تحاسبهم عما يفعلونه، هو ما جعلهم يتجرؤون على الصحفيين، واصبح هذا الوضع المزري الذي يواجهه الصحفي بانه ينضم الى النقابه عندما يكون شهيدا او مصابا او معاقا يحصل في النهايه على العضويه الفخريه في النقابه، بينما هو طول كفاحه لا يجد المظله القانونيه.